ما نتحدى اي واحد يوريني شي واحد خدم حاول يخدم نزق زعما يدي الخدمه ليه لراسو ونجح. الاول باش كنت بديت اول مره راه كنت تنتبع سيمولاي هو كيدير لي كور وكنطبق داكشي اللي كيديروا، ما كنجي في الصرف كنقول اه مازال مخبي شي حاجه راه تما. لكن ملي خدمت وطورت راسي وبقيت تنقرا يوميا يوميا اكتشفت بلي راه كنت غلط صافي. يعني نتحدى اي واحد خدام في الاي كوميرس خدام في الدروب شيبينغ يجي ويقول لي بلال خبيتي على الدراري هذا السر هو اللي كيدخل الفلوس ما قلتيش اليوم. انفو لا يتقالوا في الايفنت ولا لي زانفو ولا الدروب شيبينغ شوبيفاي الاي كوميرس كلشي يتقال، ما بقى حتى شي حاجه مخبيه. كاين شي ناس تقول لك لا راه باقي مخبيين الاسرار مخبيين هذا، هذيك قضيه الاسرار مخبيين الاسرار الخبايا ما كتبينوش كلشي. الله يعفو لينا من هاد الحاله هادي. حتى حنا باش كنا بادين كنا عندنا هاد العقليه هادي ديال ان اخر راه مخبي علينا، علاش نخبي عليك؟ هادي نقطه. ما بقات مخبيه حتى شي حاجه، كلشي تقال كلشي تحط تما، كلشي قلناه في لي فيديو كلشي قلناه في لي بوست. نتحدى اي واحد خدام في الاي كوميرس خدام في الدروب شيبين يجي ويقول لي بلال خبيتي على الدراري هاد السر هو اللي كيدخل الفلوس ما قلتيش اليوم. كنت حدا ما انا تحدي اوبن يجي شي واحد يقول لنا راه نتوما مازال مخبيين شي حاجه، مازال مخبيين شي حاجه، وبلا ما يجي شي واحد اخر كاع نتوما تقولوا لا راه حنا ما بيناتنا شي واحد اللي خدام مثلا في اي كوميرس وادفانس بلا يقول لنا قلب اخويا تعلم لونجلي سير قلب في لي جروب قلب شنو كيدير هذا شنو كيدير. دخل لي جروب راه كاين تقريبا شي 100 جروب ديال شوبيفاي، كاين لي توب فيهم كاين شي 10 راه معروفين. دخل جروب بجروب وشوف الناس شنو كيبارطاجيو وشوف شنو كاين وشوف شنو كاين تما وشنو بارطاجينا حنا. وديك الساعه شوف شي واحد تيقول لك لا كتقول لنا الهضره هذه راه حنا ماشي صغار. اخويا انت ماشي صغير راك بعقلك سير قلب سير شوف واش مخبيين لك شي حاجه. هذه نقطه ما نديروش لا انا ما نهضروش فيها بزاف. خدام راه عند بالكم انا راه هو الطوب في شوبيفاي. انا راه اخر من عمل شوبيفاي في المغاربه. راه كاين ناس وراه كيعرفوهم الدراري كاين ناس مغاربه كيخدموا في شوبيفاي كيضربوا مليون دولار في الشهر وكثر من مليون دولار في الشهر. كاين ناس خدامين مغاربه، كاين ناس ولاد اكادير ولاد ورزازات ولاد كازا، كاين رباطي كيضرب مليون دولار في الشهر. كاين ناس كاين طنجاويين هنايا كيضربوا الصرف. راه انا راه اجيت راه كاين ناس اخرين وراه هضروا معايا وراه ما كنبغيش بارطاجي. هضروا معايا تيقول لي اخويا راه وريتيهم كلشي انت خرجتي لنا على الماجر. هما تيهضروا تيقول لك خرجتي لنا كلشي. بالنسبه لا خويا والله ما معصب لا ما معصب شي كنحاول نهضر سيريو لا ما معصبش والله العظيم الا ما بخير طوب الحمد لله هو هذاك 5 ما معصب ما حتى شي حاجه. بالعكس انا كنحاول نهضر غير سيريو وعارف راه اي واحد اي واحد النقطه باش ديرها في بالكم اي واحد كيدير كيحط شي راي نيجاتيف كيطلع له الدم كيبدا يتعصب كيجي كيقول لك مؤامره خبيته لا انا عادرو لاننا كبرنا في المغرب حاشاكم كبرنا في واحد الوساط اللي كبرناك. انا براسي كنت هكا صاحبي. انا من الاول باش كنت بديت اول مره راه كنت تنتبع سيمولاي هو كيدير لي كور وكنطبق داكشي اللي كيديروا ما كنجي في الصرف كنقول اه مازال مخبي شي حاجه راه تما. لكن ملي خدمت وطورت راسي وبقيت تنقرا يوميا يوميا اكتشفت بلي راه كنت غلط صافي. يعني بما انني كنت تما خصني نهضر الاخرين عاود لك انا تما. انا راه ما كنلوم حتى واحد راه كنا خوت وكنا من اجل اننا نغيروا عقليتنا وكنا من اجل نغيروا هذه البلاد هذا وان شاء الله نوصلوا. السلام عليكم. وكما قلت لكم راه اللي ما قادرش يجي لانفو كاينه، اللي ما قادرش يجي لانفو كاينه، واللي كيتشكى من الجروب غنديروا جروب اخر نديروه بيبليك واللي بغى يدخل يدخل وكاع لانفو اللي كاينه تما تكوبا هكا. شنو غادي يبقى اخر سي بون كلشي كاين مع لا ما عندي اللي ما عندوش الصرف باش يقدر يجي راه كاين في البروفايل غير دخل وقلب. ما لقيتيش عندي انا في بروفايل ادخل على يوتيوب دير بلال الضيفي راه كاين المسلمين راه فين ما ندير شي لايف كيرميوه في يوتيوب. بالنسبه للانفو اللي كرمي انا ولا لقيتوها مشتا سير غير يوتيوب دير بلال الضيفي يعطيوك الانفو كامله. ما كنلعبو كلشي تقال وكلشي تقال هاد الشعب باغي غير ينقر. لا خويا هانيه والله الا هانيه اللي بغى ينقر ينقر ولكن ينقر ولكن يخلي في عقله باللي راه هذيك الافكار ديالو قابله للنقاش. ماشي دابا المشكل اللي عندنا حنا هو اننا كنقرو وكنجيو كنبقى نقولوا
هذيك غالطه، ولكن ملي كيتناقش معنا الاخر ما كنبغيوش نسمعوا له، كنديروا واحد السكروم تحديد كنسدوا على افكارنا، كتكون افكارنا هي عباره عن مسلمات يعني غير قابله للنقاش. هذا هو فين كاين المشكل. لا انا براسي راه دابا اي مبدا كنعيش به في حياتي راه نديرو قابل للنقاش، ربما نكون انا غلط. اي حاجه، اي حاجه من الصغيره للكبيره، اي حاجه، اي فكره في راسي، اي مبدا في راسي، كيف ما كان ممكن نجيو نناقشوا انا وياك، راه ربما يكون غلط. راه الحواس كتخدع، الافكار ما كتخدع، داكشي اللي شربنا من الصغر غلط، بزاف د الحوايج ممكن يلعبوا. حمزة مشيشي خلك، لقيت اخويا واحد البرودكت، معليش المنافسة، معليش المنافسة، ولكن ما لقيتش لي باج اللي غادي نستهدف. ضروري ما تلقى اخي حمزة، راه لقيتي شي برودكت، اما انه مصنع تصنع داك البرودكت، بما ان داك البرودكت تصنع، والا راه كاين الاودينس ديالو، لان الشركة ما غاديش يجيو يسمعوك شي حاجة ما كاينش الاودينس ديالو. ضروري ما تلقى، قلب 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 حتى طيح فيه، ضروري ما تلقى. المهم انت حاول، لما لقيتيش حاول تفكر خارج الصندوق، راه غادي تلقى ضروري شي طريقة باش تروج ليه. إذا ما لقيتيش مرة حاول تيستي برود، مثلا انك تتبع في يو اس، دير تيستي، دير ادس مثلا، دير 10 الادس، دير لهم ادسيس $5 في النهار، تيستي اليو اس شي فئة معينة ديال العمرية، ولا تخليها هكاك باغ ديفو، وتلقى لكل شيء وشوف واش غادا تعطي شي حاجة، ومن بعد اوبتيميزي وتبقى تقلب تقلب، لابد ما تلقى لك باج اللي غيكونوا انترست على حسب البروداكت اخي. بالقرواني زكريا، خليك السلام خويا زين صافا، انا درت جوج تي شورتات، يلاه بغيت نبدا، حبسوني فيسبوك ات، ما درت حتى شي مخالفه. واش درتي الادس اخي زكريا ولا مازال؟ الا كنتي درتي شي اد، شي اد ديجا كرييتي، غير تكون لابد تكون خطيتي في شي حاجه، لابد ما غاديش يجي، تكون كتبتي شي كيورد ولا شي جمله ماشي تلهيه ولا شي حاجه، راه كي ابسط الامور يقدروا يسدوا لك الكونت لانه مازال جديد، ولا تكون الكونت ديالك اللي نديرو انت جديد وبديتي كتسباندي فيه من النهار الاول، يلا فاتحو مثلا شهر ولا شهرين باش فاتحو وبديتي نيشان دير فيه الات، هادو من الاسباب. يعني غتكون هي شي حاجه ولا وكونتاكتي مي، كل نهار صيفط ليهم صور ليهم، سكاني ليهم بيرمي، وسكاني ليهم لا عندك باسبور ولا كارت ناسيونال، وديك لا كارت اللي مدخل كارت فيزا اللي مدخلها في فيسبوك اسطا، هي سكانيها وصيفطها ليهم، راه غادي يفتحوا لك. الا كان تم داير شي غلط كغاف راه ما غاديش يفتحوا لك. دابا راه بزاف هربوا لشوبيفاي ومشاو لفيزيكال بروداكت، واخا في شوبيفاي نيت راه كنخدموا تيشيرتات، ايوا ماشي بديك الكم الهائل اللي كان في ديك الوقيته، كان دابا راه مزيان. دابا راه بغى بنادم يخدم في سبرينغ، دابا انا كنفكر في اي وقيته، دابا حاليا راه مره راه كنفكر من هذا، وديجا قديت واحد جوج ديال لي ديزاين، مازال يلاه انا وين نطلع. يعني ماشي كنقولوا حنا بعدنا منهم، دابا هذيك الوقيته كان عليه بزاف الضغط، وكانت قضيه ساتيرات، وبان لي السوق مفتوحه في شوبيفاي، وكان يلاه بنادم كينتقل ديك الساعه انا دخلت. كيفاش طريق الجعفري، كيفاش كتخدم انت اوسيمو، كيفاش كتقسموا لي طاج، وشنو ممكن تقول على طرافاي ديكي خويا؟ بعدا طرافاي ديكي خص تكون ثقه، وتكون خدام ومحيد من بالك بتاتا ديك الفكره راه ديال خونا غادي يقول بني ولا راه غادي، لا خصك تولي انت وياك بحال اللي راكم واحد، يعني ما تبقاش ديك، لان راه كاين بزاف لي زيكزامبل هكا اللي خدام الناس، كتلقى هذا خدام مع هذا، وفي اي واحد ما يكونش، ما نتحدى اي واحد يوريني شي واحد خدم، حاول يخدم نزق زعما يدي الخدمه اللي هي راسو ونجح. ملي كتحاول تخدم زعما نزق، وانك تقول بو ولا تمشي تكوبي الخدمه، ولا انك دير الاخوات في الخدمه ولا هادي، وانت يا اون ايكيب صافي، كتحكم على راسك بالفشل، راه ما كاينش، راه عندك لي زيكزامبل بالاسماء، فلان وفلان وفلان وفلان، هذا حاول يقول بهذا
من تما هو هذا حاول يدير الخدمه لراسو كيطلع شويه وفي مره من بعد كيطيح لنا. عقليته سلبيه، عقليته مسخه، ما عمره غادي يدير شي حاجه اصلا عندك في حياته ماشي غير في الخدمه. المهم الخدمه هنا كيف خص تكون الثقه، تعرف كيفاش تجيريوها بعضياتكم، وكل واحد يكون التزام وتحاول ما امكن. هذه واخا تكون خدام غير بوحديتك ديما البيزنس، البيزنس ما عمرك تشكو مع الحياه بيرسونيل. كنلقى دابا الدراري كيجي كيضرب دي شي هكا في البيزنس، كيضرب واحد الساكسس هكا واخا تكون غير صغيره، وكيجي كيدخلها في الحياه بيرسونيل. راه ممكن اصاحبي انا راه ندابز معاك انا في البيزنس، كنت بديتي دي ما عرفتش شحال وندابز معاك في البيزنس، ولكن حياه بيرسونيل راه بوحديتها. راه ندابز معاك في البيزنس ولكن راه حنا مازال صحاب في البيرسونيل، حياه بيرسونيل. الا خلصتي هاد الجوج هذا غادي تترون في حياتك، وتقدر ويدخلك الغرور وتولي حياتك بيرسونيل، الحياه بيرسونيل ديالك تخسرها. يعني حاول ما امكن تقسمو. ملي تكونوا خدامين جوج في البيزنس راكم خدامين في البيزنس، والثقه والبنادم يكون سيريو. ملي تساليو الخدمه هذيك الساعه دوزو تنتقلوا للحياه بيرسونيل، وليطاج غتشوفوا كل واحد وشنو قاد يدير، كل واحد وفين عنده نقاط القوه وفين عنده نقاط الضعف. هو عنده نقاط قوه هنا نعطيه هذا، انا عندي نقاط قوه عند هذاك هذا، وغادي نشدو نحاولو نقادو ليطاج هكا، ونحاولو نقادو الوقت، ويكون داكشي بالتساوي وداكشي يكون منظم. وما حيد ديك الفكره تقول لا انت تخدم هذه انا ما نخدمش هذه، ولا هذيك الغنان لا حيدو، تكون مناقشه وتكون تفاهم وتكون قضيه، فهمت؟ تكون شويه سيريو وتكون معقول تخدم بالعقل. شفت الله يفتح السماء على فيسبوك السؤال شاكين سكير. و قلت نوفل بالنسبه لفيسبوك شادين الزكير مع الناس سي بي اي كليك بانك. خويا هادشي اصلا فيسبوك دابا كيكره الناس سي بي اي، لان جميع الاوفر تيكونوا فيك. كتلقى انت دخلت انت في هذا شتي الناس سي بي اي، كتلقى اغلبيه دخول راك لوحتي ايفون، راك لوحتي كذا، راك لوحتي بحال لي سي بي اي اغلبيتها بحال لي نصب احتيال على الناس، نصب احتيال. يا اما تيكون تريال، يا اما يكون هذاك بين سابميت تدخل له راه فابور وكيزيدو كيقطعوا له القد والقد في السيمانه من لاكارت ديالو، يا اما كتدخل له راك ربحتي هو ما رابح والو. ثاني بحال لي كتلوث ليه فيسبوك، كتلوث له لونفيرمون فيسبوك، كترجعها بعالم بحال اللي كترجع النصب والاحتيال وسط فيسبوك. فيسبوك هنا كيك عالي، باش ما تبانش تحاول ما امكن تهرب من تخلي خدمتك نقيه وتهرب على الاوفرز هادو، وتحاول حتى الا درتي شي اوفر فيه الربح ولا هذا كتوضح له في اللاندينغ بيج في البانر. هادشي المهم انا لا ما كنديرش التخربيق، هادشي انا باش كنت خدام ودابا ولي كنسمع السيموسيقى. انت الا درتي شي حاجه خصك توضح له باللي راك ما ربحتيش، راك تدخل في قرعه وتقدر تربح. ملي تدخل لاندينغ بيج توريتو كون كتوضح له في العنوان وتوضح له داك الشيء اللي راك ما رابحش مثلا، وراك راه تدخل غير في قرعه ربا باش تكون عندك فرصه الربح. وفي التحت في الباج في التحت دير له لي ليان ديال بريفازي بوليسي وداك الشيء الاخر. المهم انا ما عنديش زعما شي خبره كبيره في هذا. ودابا راه فيسبوك اللي نقدر نقول لكم هو ان فيسبوك راه كيشجع الاي كوميرس بزاف. ملي يشوفك خدام في التيشيرت في عالم التيشيرت مع تي سبرينغ ولا خدام في الاي كوميرس كتبيع فيزيكال برودكتس، غيشجعك بزاف وما يسدلكش الكونت. انا راه حنا راه وقع لنا دابا مؤخرا واحد المشكل، كان تسد لينا باي بال اللي كنخلصوا به فيسبوك، وقع له جمدوه لينا. وفيسبوك حنا عندنا في تريشل هولد عندنا 2 كيلو، يعني ملي كيوصل 2 كيلو خص فيسبوك يتخلص. بما اننا كنديروا الاي كوميرس والكونت لان ديما كنخلصوا ديما كنخلصوا، هذاك باي بال كان عندنا مجمد. ملي وصل فيسبوك 2K بغى يتخلص، ما 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 لقاش الفلوس، ما بدازش الفلوس من باي بال، يعني ما تخلصش، ما جاش سد لينا الكونت، خلانا خدامين. تخيل دابا راه وصل حتى لشي 12K والصرف 12K ونص وصل ليها، عاد سدوه لينا. يعني عندنا في تريشو هولد عندنا غير 2K، ولكن ما سد ليناش الكونت، وصلنا 12K 12 كاون وصل، يعني تقريبا 12 كاون ونص عاد لينا، عاد حبس لينا لاغاز وندير لينا بهذيك الحمراء الفوق باللي راه خصنا نخلصو.
علاش؟ لان الكونت اصلا هذاك الكونت كنخدموا فيه غير الاي كوميرس، كنبيعوا فيه الفيزيكال برودكتس. واكبر دليل على هذه الهضره اللي كنقول هو انه دابا ملي كتدخل الباج ديال فيسبوك اوفيسيال فيسبوك بيزنس، راه كيرموا فيها دي تيبس على الخدمه، على الخدمه اونلاين كيفاش دير الاس. مؤخرا دابا كيرموا فيها تجارب كيفاش تطور راسك في الاي كوميرس. مره كانوا رموا على واحد الشركه ديال جولوري كيفاش طورت راسها، كيفاش انت تستفيد من الخبره ديالها، كيديروا بحال كيس ستادي. ومره اخرى داروا على سميتو على التيشيرتات، كيفاش تطور راسك اوبتيميزي الكومبين كيس ستادي على التيشيرتات. يعني كيديروا شي ما تلقاهم كيديروا على السي بي اي ولا على كوليك بانك، هما كيكرهوا الافلييت، كيبغيو هما مول الشيء هو اللي يجي يدير الادفيرتيزمنت، ما كيبغوش الميديا باير ولا هذا، ما كيبغوش. خويا شعيب، بالنسبة للشيبمنت من شيبمنت تشاينا ما غالي على حسب السيرفيس اللي غادي، الثمن كيبقى على حسب السيرفيس اللي غادي تستعمل، على حسب البروداكت شحال الوزن ديالو، شحال الديمونسيون ديالو هكا لورد طول العلو، شحال الحجم ديالو، على حسب الوزن ديالو. الا خدمتي بي اي باكيت راه رخيص، ولكن راه كيتعطل كيوصل حتى 20 يوم بعض المرة باش كيوصل. ولا خدمتي بدي اش ال شويه زايد الثمن على حسب الحجم ديال هذا، على حسب الحجم ديال البروداكت والثقل ديالو. يعني من ما غاديش نقدر، ما نقدرش نقول لك انايا شي شحال شنو تستعمل، خصني نكون عارف شنو البروداكت ونشوف هذا ونشوف شحال الثمن ديالو في دي اش ال. يعني انت خصك تمشي تشوف لي سيرفيس كاملين، تشوف السيلر تقول له شنو السيرفيس اللي تقدر تشي بي دي بيهم دي اس مثلا، تقول لك انا نقدر نشي بي دي باكيت اللي هي يو اس بي اس، كيمشي بي اس بي اس والاي بي اس ودي اش ال، وكاين فيديكس، كاين يعني كاين بزاف لي شوا، ويقول لك كل وحده والثمن ديالها. وكاين واحد الميزه في الدي اش ال كنا كنستعملوها على حسب البروداكت، راه كل ما كنا كنبيعوا واحد البروداكت الا كان غير واحد بروداكت واحد كيمشي في الدي اش ال ب 15 دولار، ولا تشراو جوج من داك البروداكت كيمشيو غير ب 5 دولار. يعني كيتقاموا، يعني الا شرا من عندنا شي واحد مثلا، هذا هو البروداكت، الا شرا من عندنا شي واحد غير حبه وحده دي اش ال كيحسبها ب 15 دولار. الا شراو جوج يعني دي اش ال تصيفط باكيج وحده غادي تصيفط فيها بجوج كيمشي غير ب 5 دولار، بجوج بهم كيتقاموا 15 دولار، عاود 15 دولار بالوحده. ولا كانوا ثلاثه كيمشي فري في دي اش ال، كيوصل ما بين 6 ايام و 9 ايام الا تعطلت 9 ايام، غالبا 6 ايام 7 ايام 8 ايام واحد، ولا حسب انت تهضر مع السيلور تشوف لي شوا اللي كاينين. واحسن حاجه كنظن ملي تمشي للشيبينغ، ملي يوصل السيد خونا للشيبينغ دير له انت كاع لي شوا، دير له مثلا اقاش في الشيبينغ كتخسر مثلا الا مشيتي تلقى هاد القضيه مديرينها غيربيس، الا دخلتي شريتي شي حاجه من غيربيس ملي توصل للشيبينغ بيج تلقاهم كيديروا لك عفوا تلقاهم كيديروا لك سميتو، تلقاهم كيديروا لك بزاف سيرفيس شيبينغ، تقول لك الا بغيتي فري شيبينغ كتوصلك ما بين 20 حتى شهرين، الا بغيتي تي اش ال كتخلص كذا كذا. انت دير لهم هاد لي شوا، تقول له فري شيب، بغيتي فري شيبينغ دير له اي باكيت، تقول له غتوصلك ما بين، تقول له غتوصلك ما بين 8 ايام مثلا و 20 يوم، ولا بين 10 ايام و 20 يوم باش توصلك. ودير له الا بغيتي دي اش ال كوشي على دي اش ال توصلك ما بين 6 ايام و 90 يوم.